وديني على السمو وديني على السمو. شباب المطبخ هذا نبغى تطلع منه ابداعات. ابداعات. دقيقة يلا 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 يا سلامي عليكم يا سمو يا تسحرنا لسه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. العلم عفاك فك الطيب ولا انا ولا عيالي ناكل بس قابلين ضيافه عزيز العالم. يا ريجي العلوه يا ريجي وارد خمم من حسي. والله يا اخوان احنا جينا من مكان بعيد جايين فرحانين انكم فتحتوا المطعم حقكم وجايين مشاركه بسيطه منا كيكه واحنا فرحانين فيكم وتمره وقهوه منتم والوجه من الوجه ابيض عاد نبغى المطبخ هذا يشتغل وينثر ابداعات في الموسم ثلاثه انتهينا امان الله انت دقيقه ابو علي الله يرضى عليك اي والله قطعوا ان كانها كثيره والله انكم تستاهلون وان كانها قليله كانها قليله بيسود الغه بيكملها المحبه والصداقه والقوه في موسم رقم ثلاثة وان كان الكيكه ما عجبتكم ابشروا بكيكه مثلها صل على النبي يا جماعه عشان كبرات صل على النبي صل على الرحمن هذه هديه ماديه أنا شيء الخاطر نعم كيف نكبها مادية هذه هدية معنوية هذه هدية العينية لا بالله إن هذه هدية مادية ولا اللي في القلوب أكبر المادة تروح وتفنى عبد الله أما ما في القلوب يبقى الله قطعوا كيكتكم على أبو عبد الله أبو عبد الله والله كيكة يقعد لنهاية البث أبو عبد الله قطعوا كيكتكم والله أنت قطعوا كيكتكم وبهذه المناسبة أبو عبد الله بيقدم لكم شيء هدية نسمو على أفق تجلى نملا الأكوان فألا في سماء من صفاء أو حنين قد تدلى أو حنين قد تدلى يا أبو عبد الله بهوتك انتو الشباب مهم مشروبه قل ليش ما نشربها وانتم ما ذقتوا كيكه واحده من الكيكات الكيكه هذه مسمومه ومتفقين ما نذوقها يلا يلا على شموم على شموم سكين سكين قولوا من الكيكه اللي حطيناها ترى بنرجع بسم الله ابو قاسم امير طيب الله وجيكم يا شباب تعالوا عاد تفضلوا خاطر ان ما ضيفناك تعالوا موجوده موجوده ملاعب ايوه ايوه في ناس جاد الله عليهم جاد الله على من تكلم هذه الملاعب وهذه شموخ يلا شموخ عبد الرحمن قاسم ها حبيبي ما عرفتك يا ربيز اقول حاصل غيرنا شكرا يا ابو احنا لو مطلقين عليه محمد الشمراني جاد الله عليكم والله عبد الله وتعرفون علمكم غانم والله من اول ومن تالي حبيبي علمكم غانم من اول ومن تالي ودائما تعالوا في يومكم جيبوا الحلا ذا شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.